بها. أنا بلاقي على أنه ما من مصلحة لبنان على أنه نتزاعم مع سوريا، بالعكس رغم كل اللي صار، ولازم نعالج العملية بالاتفاق والتفاهم والتفهم مع السوريين، لا بالأول ولا من مصلحتنا أبدا على أنه السوريين يطلعوا مقهورين، ولا من مصلحتنا على أنه السوريين يطلعوا من عنا إلا بالصداقة معهم، لأنه ما بتوفي معنا إذا كان كل الناس معنا، كل العالم معنا ونحن متعادلين مع سوريا. هذا رأيي الخاص، ويمكن كثير من اللي عم يسمعنا يمكن منه من رأيي، ولكن أنا بكون بلا شرف وبكون مني صادق مع لبنان إذا كان ما قلت فكرتي، وهذه فكرتي، وما بكون جبان إذا كان ما قلت فكرتي.